لا تشتهر ليبيا فقط بالنفط ومشتقاته، بل من أشهر البلدان التي تستوطنها الطيور الجارحة والحرة وبعض الطيور المهاجرة النادرة التي تتكاثر وتتخذ من الشرق والجنوب الليبي موطنا لها. في حلقتنا لليوم مشاهدينا سنتعرف على تفاصيل المزاد العلني الذي أقيم في مدينة طبرق وتفاصيل بيع طائر الشاهين مقابل أكثر من 2 مليون دينار. وسنعرج أيضا على أسباب ضعف السياحة في ليبيا والتي تمتلك عديد من مقومات الجذب السياحي، خاصة مع قربها الشديد لأوروبا وكذلك المناخ المثالي والشواطئ الجيدة والصحاري والعديد من المواقع الموجودة ضمن قائمة التراث العالمي. قصة أغلى شاهين عرفته المنطقة العربية. قطاع السياحة من الثروات المنسية. الملتقى الأول للإصحاح البيئي في طرابلس. أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا في الواحات تسجيل 3 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا في المنطقة خلال الأسبوع الماضي ومطلع هذا الأسبوع، موضحة في بيانها رقم 171 أن حالات الوفاة 3 من بينها حالة وفاة لرجل وامرأة في جالو ورجل واحد في أوجلة. أضافت اللجنة أن عدد الحالات التي تتلقى العلاج في مركز العزل الصحي في الواحات 9 حالات من بينها 4 نساء و5 رجال. شهدت منصات التواصل الاجتماعي الأسابيع الماضية انتشاراً واسعاً لمقطع فيديو يظهر فيه شاب صغير ووالده بعد أن تمكنوا من اصطياد شاهين صغير أو ما يعرف محلياً ببحرية، حيث يظهر الشاب وهو ينادي لتاجر الطيور الجارحة محمد السعداوي، ليظهر الأخير في فيديو آخر يشتري هذا الصيد من هذه العائلة محمد السعداوي. وخلال مقابلة خاصة مع برنامجنا أوضح لنا كيف تمت عملية الشراء. هذه هي يعني كان موقف صراحه، طبعا المقطع جاني الساعه بعد ال 12 ونص بعد الظهر، ناس واجد كلمتني قال في مقطع في واحد صياد صغير معه بوه مسكه صقر وتنازع وطلب الله وبعدها قال السعداوي. وما شفت الموقف صراحه، الموقف هذا مش هز انا نفسي، لا العالم كله حتى خارج ليبيا كان موقف مؤثر بالكل. يعني حتى العيل حكى لنا قصه وابوه من طلعته من الحوش عنده مواقف صار قدامه، وكان موقف مؤثر ان الاب العيل اللي عند العمود اللي هو ضغط العيله والبال ضغط العيله، طبعا ما شاء الله فيه انت لما تصل نص العمود ممكن الضغط العالي ممكن يحرق حرق. حتى ابوه لما سدنا ابوه قال نبي ركبت على السياره ومشيت اطير فوق العمود ما فكرش في الضي بالكل. وحتى الطفل تم عيط ابوه يقول يا باتي ما فكرش انك كان يقول في ابوه انه في ضي في قصه، طبعا كان في حاله هستيريه قال باتي برقيس عني ما اروح مساك مساك يعني وما مساك الطير. وحقنا الموقف مؤثر جدا، يعني العالم كله تم تخطو فيه وتكلم فيه، حتى بعض من الشعراء كلموني. طبعا المبلغ كنت حاطه من اول ما شفت المقطع حطيت ال 100 الف طول بيني وبين نفسي وبين الله. طبعا اصحابي وعمي والاصدقاء كلهم يقولوا انت عطي عند 40000 عند 30000، ما فيش حاجة ما عادش الرقم اللي حطه في راسي ان ما مش نقول لحد بكل الا ساعه السفر وما حطوا العيلة حذاي. وكان موقف مؤثر لما قلت ال 100000، حتى الطفل طبعا ربنا يحفظ ابوه
بكاء والجمهور اللي وراء الكاميرات كلهم، وطبعا كان منزل العين مليان من 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 مواطنين طبرق على موج حطه برا قاعدين في رصيف برا، شافوا الموقف في اللي تم يبكي يعني. وفي ذات المقابلة يكشف السعداوي لمراسل قناتنا في طبرق أن الأسباب التي أدت لشراء أغلى شاهين في العالم بقيمة 2.25 مليون والذي شهدته المدينة منذ أسابيع. حزك مع الطير النادر، طير تم طرحه أو مسكه في ليبيا، يعتبر هذا الطير من أجود أنواع الطيور اللي متخصصة بالفرخ الشواهين أو البحيري. ميزة الطير هذا طير كامل الوصف، طير ريشة نادرة، أبيض أقرع، طير كان كفة طيب بالكل أو أسماح بالكل، كان طير له وزن يعني الوزن من ما يحتمل من خيال 1250، يعني وزن يعني تدل عن لقيت طير حجمه كبير بالكل. ووصف الآخر ريش الطير أجرد من ريش الطير، طبعا صدره بارز يعني الطير مليان يكلف روح الطير، عينه كويسة، منقار، منخر، ريشة، طبعا طير أبيض، الطير طبعا كما قلت كم وزن، ويعتبر الطير هذا أغلى طير في العالم بالنسبة للفروخ الشواهين أو البحيري، يعني من أجوى يعني حتى يعني في الدول العالم الآخر أول مرة ينباع الطير بالسوم هذية. هذا وتحدث تاجر الطيور الجارحة محمد السعداوي عن بعض الأمور المتعلقة بعمليات البيع والصيد، مجيبا بذلك على عديد من التساؤلات، حيث يعتبر البعض عمليات الصيد هذه صيدا جائرا للطيور الجارحة، فيما يرى البعض الآخر أنها عمليات بيع غير قانونية. الصيد الجائر هذا في حالة أن يبقى الطير قاعد موجود عندك في ليبيا مقيم، في طيور عندنا هنا عاديات مقيمه في ليبيا، هذه ممكن يبقى في سجار. لكن الطير هذا مهاجر يجي من شمال من اوروبا، من روسيا، من كندا، يمر على شمال افريقيا، على مصر، على ليبيا، على تونس، المغرب، ناحيه الجنوب. هذه طبعا هجره الهيه من قديم الزمان، هذه مستمره. طبعا الطير مار على ليبيا مرور، مش السجار هذا انه يقبل الطير مثلا مواطن عندك وشوي، طبعا كل ما الطير قاعد عندك في منطقتك في ليبيا، يعني مثلا في دوله ليبيا يعني الطير كل ما تمسكه ولا يموت عندك ولا مثلا تصيد به ولا بتاكله ممكن على عميه القراص. لكن الطير هذا هجره، وطبعا طول ما هجره يعني ما من كثره الطيور ما يعني استحاله تنقص، يعني ممكن الطير غير مسار بتاع الطير ممكن، لكن ما ينقص طول ما هذا في تكاثر على طول، يعني مش مر على الهجرة لخط ليبيا، في تونس، في مصر، الدول العربية، يعني غرب افريقيا. طبعا نحن ما اللي عند الان ما عندنا ضوابط قانونية، طبعا الطير نحن من قديم الزمان تعاملوا به نسافروا برا ما نشغل به نطلعوا فينا عن طريق المطار، عن طريق الجمرك، ما بس ما رأيناش أي مساعدة من الدولة من قديم الزمان، يعني تو هذا الطير استفاد منه من استفاد منه اول حاجه الصياد اللي راك تيجي تمنى في موسم هذا 4 سنوات 5 سنوات يمسك طير يبيعه ب 50 100 200 مليون يستفاد من حقه. التاجر طبعا هذا الصياد، اما التاجر ياخذ الطير يقعد ممكن عنده 20 25 يوم باش يرحل الطير. طبعا ضوابط قانونيه ما فيش ضوابط قانونيه، لو كان في ضوابط قانونيه مثلا في مطارات في تسريح تودي طيرك برا من ليبيا زي دول الخليج، الطير يخش فيها اي وقت يطلع منها في اي وقت، نحن ما لقيناش اي ترحب كما نقول من الدوله تساعدنا في عمليه نقل الطير من هنا برا عن طريق يعني كما نقول قنوات قانونيه. فاصل ونتابع حلقه هنا ليبيا. أهلا بكم من جديد. يعد قطاع السياحة من الثروات المنسية في ليبيا منذ زمن طويل، رغم ما تزخر به البلاد من إرث تاريخي عريق، ولكن لماذا تم إهمال قطاع السياحة كل هذه السنوات رغم أن القطاع قادر على أن يكون مصدر دخل لا يقل أهمية عن دخل البترول؟ أحد منظمي الرحلات الصحراوية يحث وزارة السياحة على الاهتمام بشكل أكبر وتسهيل الإجراءات أمام الشركات الخاصة التي تقوم بجلب السواح. فلنشاهد. مش كل شيء فلوس، هناك فكرة ويجب أن تطبق،
الناس ممكن حتوقف معك لو في فكرة وفي برنامج يطبق أو خطة منهجية لعودة السياحة، حتوقف الناس. الناس واقفة، شفتها إحنا وقف معنا الناس بدون أي مقابل، ولا إحنا أخذنا منهم مقابل في الخارج، جو جبناهم مجانا، وفي اللي كان ينظر لها نظرة إنه يشين بيكملها الرحلة هذه، ولكن الحمد لله فزعت الشركات الخاصة وفزعت المواطنين وفزعت فرسان السياحة اللي خدموا، وها وصلنا إلى ما وصلنا إليه. هذه هي، مش إن كل شيء خزانة وفلوس لا، إحنا يجب نعود نفسنا وكوزارة السياحة إن هذا القطاع هو اللي يدعم الخزانة مش يأخذ منها، ولهذا مش حيصير منها السياحة. إذا كان فكرنا دائما شو نحصل من الخزانة ونصرفها في مهرجانات الكسكسي ولا المترودة، هذا كلام فارغ. السياحة تبي ناس من يجيبوا الفلوس ويدخلوا لهذا الوطن، لأن الجنوب أهمل. شفت أنت بنفسك أمس كيف فرحت العائلات، لأن تنتظر في لقمة العيش بعد 10 سنوات توقف، ما فيش من وقف معهم. وين وزارة السياحة؟ لماذا لم تف... لماذا لم ت... لماذا ل... لا تعمل شيء؟ لأنها لا، الحقيقة كلها تنظر لأن كل شيء مادة. لا، هذا اللي هذه الرسالة، وبارك الله فيهم عموما ما قصروا، ومجهودات جبارة يشكروا عليه، ولكن نطلب منهم المزيد. حول هذا الموضوع تنضم معنا وكيل الشؤون السياحية في وزارة حنان الحاسي. أهلا وسهلا بك، بداية نرحب فيك برنامجنا، وياريت تضعينا في صورة يعني ما تحتاج الوزارة اليوم من إمكانيات حتى تقوم بعملها تجاه هذا القطاع. بسم الله، أولا أنا أحييك القناة وأحييكم جميعا وجميع المشاهدين. نحن نؤمن بمبدأ الشراكة سواء كان على القطاع الخاص الفردي أو الجماعي، ونتطلع لمزيد من المثابرة والجهد في هذا الجانب من أجل تنظيم العملية السياحية، وهذا يمكننا تنفيذه من خلال دورات التأهيل المكثفة. طيب لو تكلمنا على وزارة يعني وزارة السياحة، هي تعتبر شريك رئيسي للشركات الخاصة اليوم والتي تعمل على جلب السواح، هل هناك خطة عمل ما من أجل تقديم المطلوب منها كوزارة؟ نحن بصدد إعداد برامج تخص هذا الجانب، وذلك بتشجيع المهرجانات السياحية في المناطق في بلادنا ودعمها لتحقيق المطلوب. طيب شاهدنا أفواج السواح اللي زاروا جنوب ليبيا، هل سنشاهد الفترة الجاية أفواج جديدة لمناطق الشرق والغرب؟ بإذن الله سوف تتوافد الأفواج السياحية تباعا، وهذا تطور سياحي قد أتى نتيجة الاستقرار الأمني الذي نعول عليه كثيرا. كما تعلمون أن لا اقتصاد ولا سياحة دون اكتساب أمني. صحيح. وبفضل الله تعالى نلاحظ التحسن الأمني الذي بدوره انعكس على الجانب الاقتصادي، وهذه العوامل مهمة جدا في عملية السياحة وتطويرها. طيب بما أن السياحة هي يعني جانب عمره ما كان متفاعل بشكل كبير في ليبيا رغم الثروات اللي عندنا، لكن اليوم برأيك هل العقلية الليبية صالحة لاستقبال السواح؟ وهل هناك خطة للعمل على برامج توعوية تخص المجتمعات اللي تكون يعني خاصة اللي تكون يعني قريبة من توافد السواح إليها؟ نعم، هل أعيد السؤال؟ طيب قلت لك نتكلم إن السياحة في ليبيا يعني عمرها ما كانت واخدة وضعها بشكل كبير، هل اليوم بوجهة نظرك إن السياحة يعني صالحة أو المجتمع الليبي أو العقلية الليبية اليوم صالحة لاستقبال السواح؟ وهل في خطة عمل من قبلكم لبرامج توعية تخص المجتمعات اللي تكون قريبة من توافد السياح إليها؟ نعم، خصال المجتمع الليبي وطباعة الأصيلة تجعل منا مجتمع يكرم الضيف ويحترمه، بالإضافة إلى أن الليبيين بطبيعتهم يحبوا التعاون والتعارف، وهذا العامل عامل مهم جدا ونعول عليه كثيرا. طيب تفضلي أكملي فكرتك. أما بالنسبة للشق الثاني عن السؤال، نحن بصدد إعداد برامج تخص هذا الجانب، وذلك بتشجيع المهرجانات السياحية. شكرا لك على كل هذه الإيضاحات وكيل الشؤون السياحية في الوزارة حنان الحاسي، شكرا لك. قامت رابطة الأحزاب الليبية بعقد المؤتمر الأول، حيث تم إطلاق مشروع الأحزاب السياسية الليبية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير. الإصلاح السياسي تحت مظلة هذا الشعار
قامت رابطة الأحزاب الليبية بالمؤتمر الأول للأحزاب والذي حضر فيه مجموعة من الأحزاب السياسية كحزب المؤتمر الوطني وحزب الدستور وكذلك حزب صوت العمال وبعض الأحزاب الأخرى المعتمدة فعلياً. الغاية والغرض من إنشاء حزب صوت العمال هو اكتساب الحقوق اللي كانت مسلوبة للطبقة العاملة في ليبيا من خلال التهميش الذي تعرض له العامل الليبي منذ بدايات القرن الماضي إلى الوقت الحالي. نسعى بكل جد وإخلاص إلى إيجاد قنوات قانونية وشرعية لانتزاع حقوقنا كطبقة عمالية مهمشة. الأحزاب السياسية تسعى دائما في أنها تساعد على إنجاح عملية التحول السياسي والإسهام في رفع مستويات المشاركة الشعبية والحفاظ على سيادة الوطن واستقرار وتأكيد التعايش السلمي وبذل الجهود في تحقيق المصالحات الوطنية. السبب هو أن تهميش الأحزاب وكذلك طبعا الأحزاب في عهد الملك منعت من المشاركة السياسية أو بعد المشاركة السياسية امتنعت، كذلك قدامي جرم الأحزاب وقال ما الحزب خان وجاء المؤتمر وجاء المؤتمر الوطني أو المجلس الانتقالي وجاز الأحزاب، ثم جاء النواب وللأسف أقصوا الأحزاب. أعلن رئيس اللجنة التحضيرية في هذا المؤتمر عن انطلاق المشروع الوطني للحوار والإصلاح السياسي بمشاركة جميع الأحزاب من أجل تفعيل ميثاق الأحزاب السياسية الليبية والدافع بمسيرة الإصلاح الديمقراطي. إسراء شكري، قناة دبليو تي في، طرابلس. انطلق في العاصمة طرابلس الملتقى الوطني الأول للإصحاح البيئي تحت شعار معا من أجل إصحاح بيئي موحد، والذي تنظمه الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي في وزارة الحكم المحلي. تفاصيل أوفى في هذا التقرير. الاهتمام بالبيئة ضروري وليس مجرد خيار، ويتم ذلك عن طريق وضع الأنظمة الفعالة للرقابة الصحية والمراقبة والرصد البيئي على الأنشطة العامة والخاصة تفادياً لأي أضرار صحية. من هذا المنطلق نظمت وزارة الحكم المحلي وإدارة شؤون الإصحاح البيئي الملتقى الأول للإصحاح البيئي تحت شعار معاً من أجل إصحاح بيئي موحد. الملتقى الوطني الأول للإصحاح البيئي حقيقة عقد هذا الملتقى تتويجا للحملة الوطنية للإصحاح البيئي التي تم إطلاقها في 14 أغسطس والتي لاقت نجاحا كبيرا. الإصحاح البيئي لاقى دعما من معالي دولة رئيس الحكومة سواء رعايته الكريمة لإطلاق الحملة ومتابعته اليومية لنتائجها. بحضور وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية ومدير إدارة شؤون الإصحاح البيئي ورئيس جهاز الحرس البلدي وعدد من عمداء البلديات، تم افتتاح الملتقى من أجل توصيل رسالة مفادها تركز وتهتم بتأهيل ورفع من كفاءة عناصر الإصحاح البيئي من خلال استخدام التقنيات الحديثة ومشاركة المجتمع بشكل فعال يسمح بتقديم الأعمال المناط بها حفاظا على الصحة وسلامة البيئة. مشاركتنا موضوع مهم جدا، وهو هذا شيء يعني شيء جديد بدأ بناء على الحملة الوطنية للإصحاح البيئي الذي أطلقها السيد الرئيس بارك الله فيه. الموضوع هام جدا، احنا كلنا عمداء البلديات ومدراء مكاتب الإصحاح البيئي بالبلديات مهتمين بهذا الموضوع، لأن فيه يعني صحة المواطن، الأمن الصحي للمواطن الليبي أينما كان. الموضوع كبير جدا ويحتاج إلى تكاتف الجهود وتكاتف حتى مؤسسات المجتمع المدني التي أدعوها من خلال يعني قناتكم الموقرة إلى التعاون مع مكاتب الإصحاح البيئي. الملتقى وحسب القائمين عليه يهدف إلى توحيد إجراءات وأعمال مكاتب شؤون الإصحاح البيئي بالبلديات والرفع من مستوى مراقبة الامتثال للقواعد والإجراءات المعمول بها عند ممارسة الأنشطة ذات العلاقة المباشرة بصحة وبيئة المواطن. عز الدين بالعوينات، دبليو تي في، طرابلس. قامت بلدية الجفرة بتخريج دفعة من كلية الشرطة من الجنسين، وذلك لتوفير احتياجات المنطقة للعناصر الأمنية. التقرير التالي والتفاصيل.
شهدت بلدية الجفرة وبعد أكثر من 15 عاما تخريج أولى دفعة لأعضاء هيئة الشرطة من الجنسين الذكور والإناث، حيث تعد هذه الدفعة الدعم الذي سيسد العجز الحاصل لمديرية الأمن بالجفرة منذ سنوات طويلة، كما تعد الدفعة الأولى التي تخرج مباشرة من مديرية أمن الجفرة، وذلك بعد أحداث ثورة 17 من فبراير. هذه الدفعة تم تدريبها لأكثر من 6 أشهر تحت إشراف إدارة التدريب بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، وبتعليمات ومتابعة مباشرة من وزير الداخلية بالحكومة اللواء خالد مازن. حضر الحفل مدير الإدارة العامة للتدريب ومعاون الإدارة العامة للدعم المركزي ومدير الأمن بالجفرة وعميد المجلس البلدي الجفرة ورؤساء الهيئات القضائية بالمنطقة ولفيف من الشخصيات الأمنية ومدراء ورؤساء المؤسسات الخدمية بالبلدية وأولياء أمور الطلبة، حيث استعرض المتدربين والذي يبلغ عددهم 300 شرطي وشرطية التدريبات التي تلقونها طيلة هذه الأشهر. كما تم في ختام الحفل إعلان نتائج المتفوقين الأوائل بالدفعة وتكريم الجهات الداعمة لدور المديرية أثناء عملها خلال الفترة الماضية وأثناء مرحلة التدريب. بادئ لبدأ نرحب بقناة WTV والتي كانت دائما وأبدا متفائلة مع مناشط وبرامج مديرية أمن الجفرة. في البداية تم تخريج خلال الفترة الماضية دفعة جديدة لصالح مديرية الجفرة من منتسبي الشرطة الجدد. هذه الدفعة التي تلقت جميع أنواع التدريبات العملية والنظرية، كان العدد المستهدف لهذه الدورة 300 عضو جميعا لصالح مديرية أمن الجفرة. هذه الدفعة تعتبر الدفعة الأولى التي تخرجها مديرية أمن الجفرة وبإشراف من الإدارة العامة للتدريب وبمتابعة مباشرة من سيادة اللواء خالد تجاني مازن وزير الداخلية. الاحتفالية كانت بحضور مدير الأمن والسيد مدير الإدارة العامة للتدريب وعميد بلدية الجفرة ورئيس مجلس وأعيان حكماء الجفرة ولفيف من المواطنين وأولياء أمور الطلبة. هذه الدفعة التي تم تخريجها هذه الفترة ستدعم بإذن الله مديرية أمن الجفرة وسيكون لها دور كبير في حفظ الأمن ودعم مديرية أمن الجفرة بالعناصر التي لطالما كانت مديرية أمن الجفرة تعاني من النقص في القوة العمومية البشرية. طبعا هذه الدفعة لسنوات لم تخرج مديرية أمن الجفرة من حوالي تقريبا من سنة 2006 كانت آخر دفعة تم تخريجها لصالح المديرية. فرض القانون وإنفاذه واحترام حقوق الإنسان وطاعة الأوامر التي يتلقونها وأن يكون أمن ليبيا هو هدفهم الأول، هذا ما أقسم عليه المتدربين أثناء تأدية اليمين القانوني أمام رؤسائهم وكافة الحضور، وهذا ما يتمناه المواطن منذ سنوات لكي تكون ليبيا بلد الأمن والأمان وأن تكون مصاف الدول المتقدمة التي يحترم فيها حقوق الإنسان وأن تكون لغة القانون هي العليا. لقناة WTV الزبير العربي بلدية الجفرة. وبهذا نصل إلى نهاية حلقتنا، على أمل اللقاء بكم مجدداً.